سامحني سامحني، أنا عارف إن أنا مقصر في حقك يا رب. لا بصلي ولا بركع، بتفرج على أفلام مش كويسة، وبتعرف على بنات على النت، لكن بخاف منك قوي، بخاف منك قوي يا رب، وبحبك قوي، بحبك قوي يا رب. أنا عارف إن أنا بصلح الغلطة بغلطة أبشع منها، لكن كل ده عشان أختي صبرا، فلوسها ترجع لها بدل ما تتسجن وولادها يتشردوا في كل حتة. سامحني سامحني وعافيني واغنيني واعمي عيني على الحرام، سامحني وهتبقى آخر مرة، آخر مرة يا رب. معلش احنا بقينا في زمن الواحد بيسرق فيه علشان يدوب يقدر يعيش، ارحمني ارحمني من العذاب اللي انا فيه يا رب، ارحمني يا رحمن يا رحيم، ارحمني يا رحمن يا رحيم. قلبي عندك يا علي. انا مقهورة علي قوي يا سعيد، ده مهما كان ابويا. لو تحبي تروحي وانا قلت لك كام خبر تكتبيه مفيش مانع. بالعكس، ده الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي بتنسيني همي، وقضية الأمريكاني ده بالذات في حاجة شداني. بقول لك إيه؟ دول الجماعة بتاع قضية الأمريكاني. لا يا راجل. تعالى معايا. لو سمحتوا ممكن بس آخد منكم ممنوع، اتفضلي من هنا. بالراحة شوية على نفسك. بقول لك اتفضلي من هنا. أنت بتعمل كده ليه؟ اتفضلي امشي. إيه اللي اتفضلي امشي ده؟ خلاص يا علي يلا علي. يلا. بقول لك ايه؟ في عسكري حبيبي هنا ظبطته وقال لي هنعرف نتكلم معاهم. نادي على شهود. الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي. الشاهد الاول عامر ابراهيم عفيفي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فن اسمك وسنك وعنوانك. عامر ابراهيم عفيفي، عندي 46 سنة، 11 شارع المعز المتفرع من الشارع الجديد ولاه ابو العلا فن. قول والله العظيم قول الحق يا عامر. والله العظيم